امسيه طيبه للجميع مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا اللقاء خلال يوم الغد الجمعه ان شاء الله ننتظر بحول الله اضطراب جوي سيلتحق على الواجهه الشماليه سحب ستزداد كثافه خلال الامسيه احتمال لامطار على شكل زخات على السواحل حتى المرتفعات خاصه على الواجهه الساحليه الشرقيه مع هبوب رياح قويه قد تصل لغايه 60 كيلومتر في الساعه جنوبا اجواء مستقره سحب من النوع العالي ستنتشر على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد 10 درجات فقط على الجلفة المشرين عامة والبيض مقاييس ما بين 16 لغاية 17 درجة على الواجهة الساحلية ننتظر 13 درجة على ولاية بشار 16 درجة على ولاية تندوف 11 درجة على التامن 18 درجة على, على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب مع 19 درجة فقط كدنا مقياس على النشرين عام البيض 20 درجة على ولاية الجلفة 21 درجة على ولاية تيارت 24 درجة على العاصمة 23 درجة على تيزي وزوال تصل 26 درجة على السواحل الشرقية نفس المقياس على إليزي كذلك ولاية تامن لكن ترتفع لغاية 33 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد هناك تموج بحر هائج على السواحل الشرقيه مع رياح ستشتد من التيارات الغربيه تماما تصل لغايه 60 كيلومتر في الساعه بحر مضطرب على السواحل الوسطى والغربيه رياح تصل لغايه 50 كيلومتر في الساعه وقت غروب الشمس ليوم الغد الجمعه ان شاء الله على موسى سيكون بحول الله في تمام الخامسه 48 دقيقه اشكركم على المتابعه امسيه طيبه للجميع في